اخر وحده الحاسمه صارت النتيجه 2-2 اخر وحده. ها شباب صبايا هلا احمد ونانتي جوا تمام، رح اعمل فيهم مقلب بالون، رح اعبي وحده منهم مي وراح اعبي اربعه تاني هواء تمام، فانا رح اعطيهم كل واحد ابره واقول لهم طقوها، مين بيطق اكثر هو الربحان، فانا رح يطقوا يفكروا بالونات هواء، فرح اطب وحده عليهم، يا بتطب على عندي يا اما بتطب على احمد. هلا يا شباب خليكم معي شوفوا شو رح اعبي. اوكي بغير فيهم مي مو ما نغير. اوكي هي واحد هي ابو مي، والاربعه الباقيين راح يكونوا هواء تمام. لحظه خلينا نفوت بالمي، نفس الشيء ما فرقت شيء ليش نشيفه، هاي فاضية وهدول أربع فاضية. هلا يا شباب راح فوت لعندهم على أساس بدي ألعب مال هاي اللعبة. أوكي تعالوا معي. تمام نانتي عم تقلي هلا ما راح تلعب، هلا راح يصير يلعب احمد ووليد تمام. خذ هاي ابره احمد وهي ابره. هلا بدي اعطيكم هالخمس بوالين انا بزدت لكم يا احمد وليد، هلا بزدت لكم هالبوالين انا عليكم وانتم بدكم تطقوها تمام. انا بمسك بالونه وبزدت عليك بالطقه، بمسك بالونه بزدت احمد بطقه تمام، نشوف مين فيكم بطق اكثر تمام. اتفقنا يلا نبلش جاهز. يلا هي واحد ايه بالابره بالابره، هي لما تنزل عندك ذاك الطقه. لا هو واحد يا وليد مين بلحق؟ لا وليد دي انا بس انت بالنص مين بتلحق خيو انت يا اسرع بس بسرعه بس بسرعه خليك اسرع من احمد. مين بيطق اسرع وربحان؟ خمسه هنين راح زدت لكم اياه بس خليك سريعه خليك سريع. يلا واحد اثنين ثلاثة لا ابو دول خليك اسرع خليك اسرع من احمد. يلا روح لا تعال مصي 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 ما هي هي ليش عم تطقها؟ يلا خليك اسرع وليد يلا روح. واحد اثنين بواحد لا احمد وليد طقه وليد يلا واحد اثنين ثلاثه كمان هو اثنين اثنين تعادل اخر وحده الحاسمه صارت النتيجه 2-2 اخر وحده. ها يلا روح بقى
انا عرفان الله العظيم عرفان انا بدور يا ما انت ترش عليك هذا هذا يعني كانت كانت امس وجه كانت احلى في يومين ابو في يومين طلع وين ما في ميت انا كنت عامله بانانا مسربه قال ما بدي العب ما بدي العب قام لعب وليد بدالها نعيما انا مو في يومين شو ماي فيردي كانت المره بكبوا يلا عملوا باي.